بعد إخماد الحرائق المستعرة التي تسببت في أضرار بشرية ومادية كبيرة، الجزائر على موعد لإخماد جدل مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، مهمة أوكلت للمحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، فملف القضية ثقيل ويتجاوز الحدود الجنائية. هنا في محكمة سيدي محمد تم تقديم المشتبه بهم في جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل. على إثر الفاجعة الأخيرة التي ألمت بالجزائر، اليوم محكمة سيدي محمد بصفتها قطب جزائي متخصص في قضايا الإرهاب وقضايا الجريمة العابرة للحدود ينظر في ملف المتهمين الذين قاموا باغتيال المرحوم جمال بن إسماعيل. القضية معقدة جدا وشائكة. الآن المتهمون يمثلون أمام السيد وكيل الجمهورية الذي سيقوم بالاستماع إليهم وكذا الأخذ أقوالهم لإعطاء تكييف قانوني مناسب يتناسب وحجم الواقع وجسامة الضرر. مشاهد قتل الشاب والتنكيل بجثته في وضح النهار بشبهة إشعال الحرائق أثارت صدمة في الشارع الجزائري، خاصة بعد أن تبين أن وجوده في المكان كان بدافع التضامن مع المتضررين والمساعدة في إطفاء الحرائق. الشيء هذا اللي شافوه الناس أثروا بزاف، أثروا شو ما تقدرش تشوف هذيك، لازم قصص يا البلاد. شغل ما ايش شغل ماشي فوضى، ارواح انت وحاسب ومنه الحساب عنده مواليه، عنده العداله تاعه والامن تاعه. صافي الحمد لله كيحكموهم الاولى، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يدوا اقصى العقوبات. وبلغ عدد المشتبه بهم أزيد من 90 شخصاً، من بينهم 3 نساء ألقي القبض عليهم في عدة ولايات حسب مصدر قضائي. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهماً عدة، منها القتل العمد والتنكيل بالجثة والحرق، فضلاً عن الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية وأعمال تخريب تمس أمن الدولة. ووفقاً للرواية الرسمية، فإن عملية قتل جمال قد تكون مدبرة من منظمتي الماك ورشاد المصنفتين ضمن التنظيمات الإرهابية، لكن جهات أخرى تعتبر أن أطرافاً كثيرة حاولت الاستثمار في هذه الجريمة التي أثارت سخطاً شعبياً كبيراً وكادت أن تهدد الأمن الأهلي في البلاد. ويتابع الجزائريون باهتمام بالغ هذه القضية التي تتجاوز بكثير الملف القضائي المطروح أمام العدالة.